دمج مهنة المحضرين القضائيين مع مهنة محافظي البيوح في عملية البيع بالمزاد العلني، وتوسيع مهام المحضرين من خلال منحهم إجراء الوساطة والصلح وغيرها من المهام التي نظمها القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجديد المصادق عليه مؤخراً في إطار عصرنة قطاع العدالة. القانون لا يخفى عليكم أنه جاء لي يضيف زيادة عن مهام المحضر القضائي المعتادة مهام محافظ البيع المزايدة كالتقييم والجرد والبيوع الرضائية التي تأتي بناء على طرف الأطراف طلب الأطراف. زيادة عليها أضاف المشرع لمهام المحضر القضائي مهام الصلح والوساطة بالإضافة إلى الاستشارة. توسيع المهام من بين أهم المطالب المرفوعة من قبل المحضرين القضائيين ليتم تلبيتها، وهو ما ثمنه أهل الاختصاص. دور المحضر القضائي في محاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد وحتى تمويل الإرهاب من خلال النص على الإرهاب. نحن بطبيعة الحال نثمن هذا القانون بكل قوة، لأنه على غرار ما يعرفه العالم من تطور يزيد من يعني أولا اندماج المحضر القضائي في عالم العصرنة والتطور، لأنه يتيح له حتى يعني التعامل بتقنيات العصرية التي أصبحت سائدة في حياتنا اليومية. القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجديد يسعى إلى تحسين جودة ونجاعة المرفق العام للعدالة، ويهدف إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة مع توضيح وتوسيع مهامهم وتعزيز حمايتهم.